السلام عليكم، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. اليوم جيت نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير الشباكية المغربية بطبيعة الحال. فلهاد الوصفة هذه غادي نحتاجو ان شاء الله نص كيلو ديال الدقيق اللي انا غربلتو، ها هو الغربال. غادي نحتاجو نص كاس ديال اللوز مطحون، نص كاس ديال الجنجلان مطحون، نص كاس ديال الزبدة دايبة، نص كاس ديال زيت الزيتون، ربع كاس ديال الخل. غادي نحتاجو ماء الزهر، غادي نحتاجو خميرة ديال الحلوة تقريبا واحد ما كملاش معلقة صغيرة، غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال القرفة، غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال النافع ومعلقة صغيرة ديال حبة حلاوة اللي هما اليانسون والشمر او لانيس والغرين دو فنوي بالفرنسيه. وغادي نحتاجو شويه ديال الزعفران الحر. انا الملحه ما غاديش نديرها لان الزبده اللي عندي ما بقاتليش هذيك اللي ما فيهاش الملحه، فعندي دومي سالي فهي ديجا فيها شويه ديال الملحه. غادي نحتاجو بطبيعه الحال كيف كتشوفوا هنايا عندي شويه ديال الجنجلان يكون محمر باش نزينو. غادي نحتاجو زيت للقلي، وغادي نحتاجو كذلك العسل باش نطفيوها. بالنسبه لوصفه العسل انا سبق لي حضرتها معكم، فاللي اللي مهتم فانا غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه للماء الزهر فانا كنعجن به، فلهذا ما عطيتكمش المقادير ديالو. الوغ نرجع نعاود الجنجلان واللوز والنافع وهذا خصهم يكونوا مطحونين مزيان. وباش نتاكدوا انهم مطحونين مزيان فحنا انا كيف كتشوفوا خليت هنا الغربال، فانا غادي نبدا معكم ان شاء الله. نغربلوها فانا اكسبري ما غربلتوش باش تشوفوا، راه واخا كيبان لكم الماكينه راها طحنات مزيان فراه ما مطحونش مزيان. فكيف كتشوفوا معايا فهنا تقريبا عندي واحد المعلقه مازال عندي. فانا شنو غادي ندير، ها هو عندي هنايا اللوز اللي انا طحنت في واحد حطيته في هذه الحكيكه اللي شاط ليا. فهاد اللوز هذا راه خضر، انا غادي ندير كاريمون جوج المعالق باش الا شاط شي حاجه تبقى فيه. وغادي عفوا فغادي نتخلص من هاد الشيء نديروه تنستعملوه في حاجه اخرى. نفس الطريقه غادي نديرها بالنسبه للجنجلان. فهو اللوز اللي كيبقاو فيه شويه ديال الطروفه ماشي فحال الجنجلان، حتى الجنجلان خصنا نتاكدوا انه مطحون مزيان. كيف كتشوفوا راه فريمون عندي مدعوق مزيان كاع. الجنجلان واللوز راهم خضرين ما خصهمش يكونوا طايبين، لان غادي يطيبوا عندنا مع ملي غادي نقليوهم. وعلاش حنا كيخصنا باش يكون عندنا هادشي كله يكون مطحون مزيان؟ القرفه راه مدقوقه ولكن حتى هي غادي ندوزو عليها في الغربال. النافع وحبه حلاوه، ف هادشي ها حنا كملنا. دابا العناصر الجافه غادي ندوزو دابا للعناصر الاخرى اللي هي ماشي جافه، فغادي نبداو. كيف كتلاحظوا فانا ما كنستعملش هنايا البيض في الوصفه ديالي، اللي كيفضل البيض ممكن تزيدوا بيضه وحده كامله او من الاحسن صفر بيضه بلا ما يكون الابيض فيها لانه كيطلق غير الكشكوشه. فالخميره غادي نخليها هي اخر حاجه، نخلط هذا الشيء مع بعضه ونبدا بالعناصر الاخرى. على بركة الله بالخل، هو في العناصر هذا الليكيد فما سائلة، فباش ما بديتو مزيان ماشي بهذا يعني بديتو بالزيت بديتو بالخل بديتو بالزبدة كيف ما بغيتيو. اللي ما كتعجبوش النسمة ديال زيت الزيتون فهو ممكن يدير غير الزيت العادية، ولكن زيت الزيتون راها كتجي مزيانه في الوصفه كتجي لذيذه.
واللي ما عندوش الزعفران الحر فانا ما كنصحش بالملون الغذائي نهائيا، الملون الصناعي اللي هو كتسميوه في المغرب الزعفران ولا الخرقوم، فانا ما كنصحش به نهائيا. الا بغيتوا يا اما تخليوها هكاك باللون الطبيعي ديالها، ولا بغيتوها تجيكم صفراء انتما كديروا شويه ديال الخرقوم البلدي. فهمتي؟ في المرحله هذه نضيف الزبده ديالي، فالناس اللي ما عندهمش الميزان فانا هاد الكاس اللي عبرت بيه نص كيلو جار لي 5 ديال الكيسان، فهو صغر من شويه من كاس العنبه، يعني ماشي باش ما نمشيوش غلطين انه كيسان العنبه، مي ماشي مشكل. يعني الا درتو كاس ديال 5 ديال الكيسان ديال العنبه مثلا، فانتوما كتبقاو غادي بهذاك القياس نص كاس ديال العنبه اللي هو ديال جنجلان، نص كاس ديال، فانا غادي نحيد هاد الخيوطه هادو ديال الزعفران، ما خصنيش نخليهم فيها، ندير غير الماء. فكيف قلت لكم فانا الخميره كنخليها هي الاخر مرحله، كنظن انا حيدت كلشي، بقى واحد الخيط لاصق تما في القدران. دابا غادي نبدا ندير هذا باش نجمعها، غنبدا ندير شويه بشويه ماء الظهر حتى كتجمع عندي العجينه. بعد ما كنجمعوا الشباكيه ديالنا فهي كتولي بحال هكذا، ما هي قاصحه ما هي خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه. فبالنسبه للخميره حيت ما وريت لكمش شحال، فتقريبا هكذا ديال الخميره، فهي ما كتبغيش الخميره بزاف، يعني حتى 4 معالق، 4 معالق ديال الخميره. شنو كنديروا في هذه المرحله؟ فاحنا كنقبطوا هذا ديالنا، كنقسموها الكويلات اولا طريفات صغار. انا غادي ندير 6 ديال الطروفات، نتوما ديروا على حسب المكان اللي نتوما غادي تخدموا فيه، قداش المكان. غنديرها بحال هكا، نشد المهلك ديالي ونبدا نخدم بهاد الطريقة. ونطويها بحال لا كنخدمو لاباط فيدي، نعاود نفس الطريقة. وكنبقاو مستمرين هكا واحد 3 ديال المرات حتى كنساليو الكويرات اللي عندنا كاملين. هذه المره الثالثه وصافي، غادي نحطها على جنب ونهز الكره اخرى. فمن بعد ما كنسالي كيف قلت لكم هذيك الطريقه اللي كنديروا لها الفيتاج بحال لاباط فيتي، فبيان سور راه حنا كنحتفظوا عليها، كنديروا لها البلاستيك باش ما تيبسش. كان انا دايره هذا البلاستيك الغذائي، ممكن ديروا اي بلاستيك عادي. فانا التحتانيه ديالي هي الاولى اللي بديت بها، فانا غادي نهزها وغادي نبدا نطلقها، نطلق العجينه ديالي. فاحنا كنطلقوها تكون رقيقه رقيقه بزاف. الى عندكم الاله ديال السباغيتي فانتوما تطلقوها فيها كتجي حسن، الا ما عندكمش كتطلقوا بالمدك فحالي. كتشوفوا معايا من بعد ما طلقتها فهي كتولي عندي رقيقه رقيقه بزاف، فهي شباكيه كتبغي تكون رقيقه. ف كنقطعوها، نوريكم كيفاش كنقطعوا، كنحيدوا هاد الجوانب باش تجي عندنا مقاده. من الاحسن اننا نستعملوا الجراره ماشي القطاعه ديال الشباكيه، لان هذيك القطاعه كتجيب لنا العيون شويه كبارين. هكذا كنحيد هاد، انا كنفضل ان الشباكيه تكون صغيره. فاحنا كنبداو نشبكوها، كنبداو نقطعوها هو الاول، فكنديروا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، والسادس كنقطعو فيه، كنعاودو واحد جوج ثلاثة أربعة
نصار وصل سنق. فكيفاش كنشبكوها؟ تبعوا معايا بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يشبكوا. فاحنا كناخذوا الاول وكنطلقوا الثاني، كناخذوا الثالث وكنطلقوا الرابع، كناخذوا الخامس وكنطلقوا السادس. كنديروا هادو نجمعوهم مع بعضياتهم في هاد الجهه، هادو ديال هاد الجهه كنجمعوهم مع بعضياتهم، والاخرين كنجمعوهم مع بعضياتهم. كنجيبوا هاد القنت هذا كنشدوه مع القنت الاخر، كنحاولوا اننا نبركو عليه، وكنقادو الشبكيه ديالنا فهي كتجي بهاد الطريقه. نعاود معاكم. فكيف قلنا، كنشدو الاول كنجيبو لعندي، كنطلق الثاني كنجيب الثالث لعندي، كنطلق الرابع كنجيب الخامس لعندي. اوكي، كنشد هذا القنت هذا الفوقاني، كنجيبو مع القنت التحتاني، وكنورك عليها باش تلصق باش ما تطلقليش، وكنحاول انني نقادها باش تجيني الورده ديالي زوينه. نديرو ثالثه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ألو، كناخدو الأول كنطلقو الثاني كناخدو الثالث، مطلعتوش مزيان نصبرها، الثالث كنطلقو الرابع كناخدو الخامس كنطلقو. دونك كنجيبو هاد ثلاثة عندنا وثلاثة الآخرين بوحدهم. كناخدو هاد القنت هذا الفوقاني كنجيبوه مع القنت التحتاني، كنبركو عليه وكنقادو الحلوة ديالنا باش كتجينا مقادة بهاد الطريقة. فنكمل باقي الوقت. بعد ما كنوجدو الشباكية ديالنا، فحنايا كنديرو الزيت يسخن، كنديرو حتى كيسخن، ومن بعد كنديرو له عافية تكون مهيلة. كنرميو الشباكية ديالنا في الزيت، كنديروهم بعدين باش ملي نبغيو نقلبوها ما تهرسش لينا. صافا، انا المقله ديالي درت فيها جوج طاس حتى سبعه، فهما كافيين. كنحتاجو العسل اللي سبق لي وحضرت، كيف قلت لكم انا غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. فحنايا الشباكيه عندنا ديالنا سخونه، فانا العسل ما كنتخموش باش كيدخل فيها باش كيتشربها مزيان، فحنا كنخليو العسل يكون بارد لان الشباكيه اصلا سخونه. الشباكيه الا بغيتو يقبض فيها العسل فانتوما خصكم تقطروها مزيان من الزيت، ما تخليوش فيها الزيت، عطرميوها في العسل. غادي نحتاجو شي صفاي ولا كسكاس اللي بغيتو، انا ما عنديش صفاي كبير فانا غنستعمل كسكاس لانه كبير. وغادي نحتاجو الزنجلان باش نزوقوها يكون محمر، كيف قلت لكم العافيه خصها تكون مهيله. فكيف كتشوفوا غير كتبدا تحمر عندي، فانا كنهزها كيف قلت لكم من الزيت، كنقطرها مزيان من الزيت وعاد كنرميها في العسل. فهي ما كتبغيش تحمر بزاف، خصنا نحافظوا عليها باش ما تهرسش لينا، نهزوها شويه بشويه. فانا هذه شفتوا كيف كتشوفوا راها تحمرت ليا بزاف، غفلت عليها وكنرميوها في العسل. فكنعاود نكرر، العسل كيخصو يكون بارد. علاش كنهزها بالفرشيطة ماشي بالصفاي؟ لان الصفاي واخا كتصفيو بيه، فهادوك الجنيبات ديالو اللي كتبغيو تسخو كيكونوا ديجا فيهم، بقى فيهم العسل، فعلى داك الشيء. فللاشاره انا الشباكيه الاخرى اللي صايبت من بعد، انت ما قلتها لكمش، فانا درت فيها غير ربعه، يعني كنقطع ثلاثه الوسط والرابعه كنقسم بيها. انا كنفضل ان الشباكيه تكون صغيره، فنسيت ما قلتها لكمش قبيله. ف يعني انا هلا درت اللي بغاها كبيره يدير خمسه الوسط والسادسه يقطع فيها، اللي بغاها صغيره يدير ثلاثه الوسط والرابعه يقطع فيها. فكيف قلت لكم
المقله ما كنعمروهاش، وهذه اللي درنا في العسل احنا نبركو عليها ب ماشي كنبركو عليها، كنحاولوا غير نغطسوها في العسل ديالنا باش تشرب لينا العسل مزيان. وملي كتشرب لينا العسل فحنا كنحطوها صفا وكنديروا عليها الجنجلان. كنديروا الجنجلان ملي تكون سخونه قبل ما تبرد. الشباكيه ديالنا ها هي دي وجدات كيف كتشوفوا معايا، ها هي دونك هذه الكبيره كتجي بهذا الشكل هذا، ها هي كتجي بهذا الشكل هذا، وهذه الصغيره كتجي بحال هكذا. دونك جوج ديال الزواقات مختلفين. دونك هذه كتجي فريمون هشيشه ولذيذه وكتذوب في الفم. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. هاد الطويجنات الاخرين اشنو عندي فيهم؟ فهنايا عندي سلو اللي سبق وحضرته ليكم، فانا كنقطعو بهذه الطريقه. سينا الا كنت عقلتوا انا كنزوق بالنسبه للناس اللي ما شافوش الوصفه، فانا غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. كنت قطعته وزينته على شكل قليبات صغارين، فممكن انكم باي طابع عندكم ممكن ديروا قلوب او دوائر او كيف ما بغيتوا، تقطعوها كمكعبات وتزينوه بهذا باللوز من الفوق. وهنايا عندي حلوه ديال الساند طير، فمازال ما نزلت لكم الفيديو ديالها، ان شاء الله غادي نزلو لكم قريبا. فهي كتجي بحال هكا، فهي باللوز وجنجلان، كتجي لذيذه لذيذه وكتذوب في الفم، زوينه بزاف. ان شاء الله نحط لكم الفيديو ديالها، وداك الساعه نحط لكم الرابط اسفل الفيديو. كنتمنى ان الوصفات ديال اليوم ينالوا اعجابكم. الوصفه الشباكيه مع الاخرين راكم ديجا شفتيهم، فكنتمنى انها تنال اعجابكم. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.